في الثقافة نسعد باستضافة الفائزة بالجائزة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية علي معاشي للمبدعين الشباب الروائية آسيا بشرى زبدة. أهلا وسهلا بك، أهنئك بداية على هذا التتويج. صباح الخير سيدتي، شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة الجزائرية الثالثة على الاستضافة، شكرا بارك فيك. شكرا لك، إذا أهنئك على هذا التتويج. شكراً. المرتبة الثالثة برواية الصبار لا يحضن أحدا. لا يحضن أحدا، حدثيني عن هذا التتويج بداية وقيمة هذه الجائزة، ثم نتحدث عن فحوى هذه الرواية. بداية المشاركة في جائزة علي معاشي كانت ضربة حظ، أقصد المشاركة حطيتها منشور في فيسبوك، كتبت نشارك في علي معاشي ولا ما شاركش. جاتني تشجيعات من الأصدقاء اللي كانوا ديجا قراوا روايتي وقالوا لي شاركي، شاركت من تشجيعاتهم شاركت، والحمد لله أني كنت من الفائزين. اتصلوا بي نظن قبل شهرين هكذاك، قالوا لي بلي راكي رابحة، كرمونا في نهار 8 ديسمبر، استقبلونا في العاصمة هنا وكرمتنا الوزيرة والحمد لله. الحمد لله يا رب، ونهنأك على هذا الفوز اللي كان برواية كما قلنا منذ قليل الصبار لا يحضن أحدا. لا يحضن أحدا، حدثينا عن هذه الرواية. بداية نبدأ بالعنوان لأنه أول عنوان مثير. أجل الصبار لا يحضن أحدا هو عنوان رمزي، وقصدت به أنه في الرواية حكيت على الآثار النفسية للعشرية السوداء على الجزائريين، لذلك أنه صبر لا يحضن أحدا كان هو رمز على الإنسان اللي يصرعوا له مواقف ما يرجعش كما كان. نقوله إحنا الرواية هي رواية اجتماعية صادرة عن دار الجزائر تقرأ سنة 2019، تتحدث على العشرية السوداء بزاوية نظر أغواطية. حكيت عليها على من خلال 4 شخصيات تتقاطع حيواتهم فيما بينهم ويجمعهم من جديد الذاكرة والمصير والوطن. شابة جزائرية من ولاية الأغواط في مقتبل العمر تعود في الرواية إلى العشرية السوداء، إلى سنوات التسعينيات. كيف تخيلت أو كيف صاغت آسيا كل أو بشرى كل هذه الأحداث وهي لم تعشها، بل بالعكس سمعت عليها فقط، بحثت في ما حدث في تلك السنوات؟ ما الذي جعل آسيا تركز على هذه السنوات في هذه الرواية، على هذه العشرية السوداء؟ كي يقولوا العشرية السوداء هي فترة عصيبة في ذاكرة جميع الشعب الجزائري. أنا مواليد 1993، رغم أني كنت صغيرة معناها في الوقت تاع الإرهاب، إلا أني نتفكر بعض اللحظات أني كنت نسكن في حي شعبي وأنا كتبت على الأحياء الشعبية اللي عانت من ويلات الإرهاب. حكيت على سيدي يانس في الأغواط، على حي بقفيفيلة، الأغواطيين يعرفوا ياسر باللي هذو الأحياء عانوا ياسر من الإرهاب. حكيت عليه، دخلت أيضا بمناسبة دخلت التراث، الأحياء العريقة في مدينتي، بعض الأكلات الشعبية اللي تميز بها مدينة الأغواط وهكذا. إذن في هذه الرواية، أوراق الرواية لم تحمل فقط المعاناة، حملت أكيد المعاناة خلال تلك الفترة، ولكنها حملت أيضا تعريف بالتراث، تعريف بتلك الأزقة، بتلك الأحياء الشعبية، حتى أن كما قلت الآن حتى الأكلات التراث، كل ما هو مادي كل ما هو لا مادي، الفولكلور. كيف قمت بالمزاوجة والتنسيق بين الأحداث الواقعية آنذاك وبين هذه الصورة لنعتبرها صورة جميلة عن الجزائر في كل فتراتها؟ أجل الرواية هي كانت مزيج بين من سنوات التسعينيات حتى سنة 2013، يعني أحداثها حكيت فيها على، لأنه الأبطال الرواية مريم اللي هي بطلة روايتي كانت تسكن مع الوالدة تاعها في حي شعبي هو حي سيدي يانس، وكانت لما كما نقولوا ضيق روحها على باليش مصطلح، لأنه كانت عايشة الوالدة تاعها ضابط في الجيش وكان يروح فترات يخدم فيهم في وقت التسعينيات حتى غاب نهائيا.
كانت والدتها كي تحس روحها مش مليحه ومش مريحه تديها والدتها طيب. تمشي بها كامل الازقه تاع الاغواط، وعلى هذيك ذكرت الأزقة القديمة. ونستمع الآن إلى رأي أو نقد أدبي في رواية آسيا، رواية الصبر لا يحضن أحدا، تنضم إلينا عبر الهاتف الروائية والشاعرة من ولاية الأغواط مي غولة. أهلا وسهلا بك سيدتي. أهلا، صباح النور لكل المستمعين. صباحك سعيد. إذا أكيد أنك اطلعت على رواية آسيا الصبار لا يحضن أحدا، والتي توجت بالجائزة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية علي معاشي. ماذا يمكن أن نقول حول هذه الرواية التي كتبتها أنامل، شابة جزائرية في مقتبل العمر تحدثت فيها بكل جرأة عن مرحلة حاسمة من مراحل الجزائر العشرية السوداء؟ نعم، أولا وقبل البدء أهنئ كثيرا الفائزين من مدينة الأغواط طبعا، وأهنئ الكاتبة هذه التي أبهرتني بشيء واحد، أنها كتبت وهي صغيرة سنا بفكري وقلبي وأحاسيسي الكبار. هي الطفلة الصغيرة البريئة التي كتبت عن الصبار الذي لا يحضن أحدا. أبهرتني بأنها تكتب بهذا الجيل، تكتب جيلا قبلها. هي تكتب بحزن العشرية السوداء، تكتب لهذا التراث الذي صار يهمله الكبار. هذه الطفلة التي كتبت بقلم كبير، كتبت بحزن عميق لا يعرفه سوى الذين عاشوا تلك الفترة. نحن عشناها لكنها لم تعش، ورغم هذا كتبتها وكتبت عنها وعاشتها بأحاسيسها. هذا يجعلنا ندرك بأن المبدعين الصغار ليسوا صغارا الآن، لأنهم تشبعوا بكل ما مضى، ولهذا هم يبدعون ويقولون بأننا ندرك كل العمق وكل الحقيقة. الصغار حين يكتبون بهذا الحزن وهذا الصدق الأزلي والأبدي، نعرف أنهم سيكونون أقلاما كبيرة. نعم نعم سيدة غول، وما هي اليوم أهمية تحفيز وتشجيع هذه القدرات الشابة التي كما قلت تكتب بقلم الكبار، لأنها فعلا تخط خطوات عملاقة في المسيرة الأدبية، خاصة هذه التشجيعات كتمكينهم من هكذا جوائز وتقديرهم على المستوى الوطني؟ أكيد هذه التفاتة جميلة من المسؤولين طبعا. حين يشجع المبدع كله، كل الذي يبث فيه روح الإبداع هو التشجيع فقط، ولو بكلمة شكر. والرواية ليست أمرا هينا، الرواية تكتب بعناء كبير، وإذا لامست التاريخ والماضي تكون أصعب. إنها تعذبت، ولذلك فهي تستحق هذا الفوز. أكيد تستحق هذا الفوز، هي وغيرها من المتوجين بهذه الجائزة. طيب سيدة غول، نتحدث الآن عن الساحة الأدبية الوطنية، وأيضا عن ولاية الأغواط، هذه الولاية إن صح التعبير الولادة، والتي دائما تتحفنا بأسماء هكذا. حدثينا عن التطورات الأدبية في هذه الولاية والحركية الثقافية في هذا الوقت في ظل جائحة كورونا. والله الواقع أن الحياة الثقافية والحركة الثقافية بمدينة الأغواط دائما بخير، رغم هذا الحجر ورغم هذا البعد وهذا الصمت وهذا الركود، لكن المبدعون لا يصمتون ولا يكلون. نجد أن وهذه الحركة الثقافية تشمل كل الميادين، في الفن التشكيلي، في الموسيقى، في المسرح، بالفعل. في الكتابة، في كل الأشياء. رسالة إلى المبدعين الشباب. نعم، ليتهم يكتبون بجرأة أكثر. لا أقصد بالجرأة التعري، أقصد أن لا يخافوا من اللغة. فكل من يمتلك لغة له الحق في أن يكتب كل شيء وفي أي غرض وفي أي موضوع وفكرة.
نعم، أشكرك جزيلا الشاعرة والروائية مي غولة، كنت معي من ولاية الأغواط. نعود لك آسيا ونتحدث عن نقطة مهمة أثارتها السيدة غول، ألا وهي الجرأة في الكتابة، الجرأة في الرواية، الجرأة في خط الأعمال الأدبية من أجل تلك الخطوات العملاقة في المسيرة الأدبية لأي روائي لأي كاتب. إلى أي مدى يمكن أن نعتمد هذه الجرأة، وكيف لنا أن نقنع اليوم جيل الشباب بالاعتماد على الجرأة المطلوبة في تدعيم هذه الساحة الثقافية بهذه الأعمال الراقية والغاية في الإبداع؟ بداية أنت قلتي الجرأة وأنا أقول الجدية، لأنه أغلب الروايات الشبابية اللي قرأتها، نحكي على اللي قرأتها أنا، تحدث على مواضيع ممضوغة، مواضيع فات علي أكل الدهر علي وشرب كما نقوله. الجدية التي حكيت عليها هي بمثابة أنه الكاتب أو الروائي لازم يكون أولا ابن البيئة تاعه. روائي لما يكتب رواية، مثلا روائي من الأغواط، راح تجيك غريبة لما يكتب على المكسيك، هو ولا مرة راح للمكسيك. كاين بعض الروائيين يحسوها أنه حاجة من العيب أنه يكتب على هويته وعلى أصالته وعلى ثقافته. لذلك أنه أهم حاجة يحتاجها الروائي لحد الآن، الجرأة اللي حكيت عليها السيدة وحكيت عليها تيا، أنا نظن أنه هذه هي، أنه الكاتب لازم يكون أصيل، لازم يكون ابن بيئة تاعه، ويكتب على المشاكل أو المواضيع اللي، والجرأة في اختيار المواضيع أيضاً، المواضيع اللي تهم المجتمع تاعه. ما هي الأفاق المستقبلية لآسيا؟ هل من كتابات مستقبلاً بعد الصبار لا يحضن أحداً؟ أجل، أعمل حالياً على رواية تتناول فترة الأربعينيات في الأغواط، وركزت وأنا بصدد جمع المصادر التاريخية، لأني نكتب على فترة ما عشتهاش الأربعينيات، وراح نمزج بين التراث يعني والتاريخ. يعني من التسعينيات رحتي حتى للأربعينيات. أجل. ما هو السر اللي يخلي دائما آسيا تتجه نحو هذه الأعمال اللي نشير دائما أنها دائما تحط فيها لمسة تراثية للتعريف بتراث المنطقة الزاخر؟ لأنه أغلب الروائيين اللي وصلوا للعالمية، أمثال نجيب محفوظ مثلا، بدأ من الجزء للكل، أحكى على الحارات المصرية القديمة، بالفعل أحكى على الحارات المصرية القديمة، وبعد بها وصل للدانوبل للأدب. لذلك أنه أنا الهدف تاعي أني أول حاجة نعرف الجزائر، لأنه أغلب الجزائر كاين، ما نقولش أغلب، كاين جزائريين ما يعرفوش مدينة الأغواط. أنا الهدف تاعي أن نعرف بالمدينة تاعي، نعرف بالتراث تاعها، بالتاريخ تاعها أيضا، هذا الهدف تاعي من الكتابة. التاريخ تاعها اللي غور في السنوات في الحضارات اللي تعقبت على هذه المنطقة. نعود للرواية الجديدة اللي تولي للأربعينيات. روايتي هي ما زالت مجرد مسودة، وما زال نجمع في المصادر التاريخية، نحكي على موضوع مهم ويمسني كثيرا، هو موضوع الجدات. الجدات والبيوت القديمة، البيوت التي يجتمع فيها الأعمام والعمات والأطفال، على طبيعة البيوت الأغواطية، احنا نقولوا ديار عرب، تكون كما نقولوا حوش وفيه الآخر. هذه المواضيع الحالية اللي راني نعمل عليها. الروائي، العمل الروائي حتى يكون عمل بالفعل بهذه القيمة الأدبية، أنه أنت أشرت أنك الآن في مرحلة البحث عن المصادر، أنه يتحول حتى في بعض الأحيان إلى توثيق لأحداث تاريخية، توثيق لحضارات، توثيق لتراث، لقصص هي تكون قصص خيالية ولكن تحوي الكثير من الواقعية. إذن الكتابة الروائية هي أيضا توثيق لفترات زمنية، وهذا يخلي الكاتب أمام مسؤولية نقل هذه الحقائق كما كانت، وأنه فعلا يقدم هذا الصورة اللي تتحول ربما إلى بطاقة تعريفية لتلك المنطقة في المستقبل في عين قارئ الرواية. ما هي أهمية المصادر الموثوقة، جمع المصادر، وأنه نخلي هذه الرواية فعلا ليست كتابة أدبية وفقط، ولكن تحوي من المصادر، من المعلومات، من مختلف المعطيات اللي تخلي فعلا تخليها موسوعة لمن يقرأها، وتخليه يروح لتلك المنطقة كما قلتي حتى دون أن يزورها فعلا. أشرت لنقطة مهمة جدا، وهي المصادر التاريخية. لما نقول الروائي لازم يكون مثقف وقارئ،
لازم يلم بالمواضيع الاجتماعية والمواضيع النفسية والتاريخ. لما نقول المصادر التاريخية يعني ما تقدريش تكتبي على الأغواط في منطقة الأربع في فترة الأربعينيات بلا ما تبحثي على الأحداث المهمة اللي صارت في الفترة هذيك. لذلك أنه كاين أحداث مهمة صارت في الأغواط، منها تفجير حي الغربية، تفجير دار تريسيتي، كثير من الأحداث حدثت أهلا. سنقرأ الرواية قريبا إذا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. في الأخير أهنئك مجددا بشرى أسيا زبدة على هذه المرتبة الثالثة، ونتمنى لك كل التوفيق في قابل الأيام. شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيدتي. شكرا.